بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. راح نستكمل إن شاء الله اليوم موضوع النهايات. طبعا بنعرف درسنا في المحاضرات السابقة كيف نرسم شكل الاقتران ونعرف اللي هو المدى والمجال والمجال المقابل، واليوم إن شاء الله راح ندرس اللي هو سلوك الاقتران. سلوك الاقتران ناخذ على سبيل المثال اللي هو طبعا سلوك الاقتران نقصد فيها انه متقارب عند نقطة، متباعد او يتقارب او لا يتقارب، بهذا الشكل. طبعا خلينا ناخذ مثال ونشوف من خلال المثال كيف راح نتعامل مع اللي هو سلوك الدالة او سلوك الاقتران. في عندي مثال بسيط جدا اللي هو الاف اوف اكس راح يساوي اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2. طبعا اكس لا تساوي 2 لانه في الحاله هذه لو اكس ساوت 2 الاقتران بكون غير معرف، الاقتران غير معرف، وبالتالي طبعا مجال الاقتران حيكون هو الار كل الاعداد الحقيقيه ما عدا مين؟ ما عدا الاثنين، ما عدا الاثنين. بنكتبها باختصار انه اكس لا تساوي 2. لو طلعنا في البسط حنلاحظ انه اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2، ممكن انه نحاول نحلل المقدار اللي في البسط الى اكس ناقص 2 في اكس زائد 2. طبعا المقام موجود في اكس ناقص 2، هذا لو اختصرنا الجزء الاول من البسط على مع المقام، لانه في عندي حصل ضرب بيناتهم بين الجزئين، حيطلع عندي بيساوي اكس زائد 2 طبعا، والاكس لا تساوي 2. طبعا بنقول انه في الحاله هذه انه لو عرفنا الداله عند نقطه، طبعا بدنا نشوف الان كيف اللي هو الاكس لما تكون بتقترب من قيم معينه او من قيمه معينه من جهه اليمين او من جهه اليسار، بحيث انه لو اطلعنا على الجدول هذا، الجدول حيوضح لنا كيف لو النقطه تقترب من اليمين او من اليسار. طبعا احنا كان عندنا في المثال انه اكس لا تساوي 2، فبدنا نشوف عند الاكس او ندرس سلوك الداله عند الاكس بتساوي 2. حنلاحظ انه بنروح لاثنين من جهه اليمين والاثنين من جهه اليسار، هاي الاثنين عندي هنا. لو طلعنا من جهه اليمين حنضيف مقدار بسيط جدا لعند ما نصل، لانه الاكس بتروح لمين؟ للاثنين من جهه اليمين، نكتبها اللي هو الموجب على ايدك اليمين، وبنشوف قديش قيمه الداله دائما عند هذه النقطه، بمعنى انه عند الاكس بتساوي 2.1، الاف اوف اكس حتساوي 4.1، 2.1 حتطلع 4.1، وهكذا لعند ما نصل لانه بتساوي 2 قيمه الداله، تقترب طبعا من الاثنين بمسافه كبيره جدا، فحتكون قيمه الداله عندها بتساوي 4. لو جينا اطلعنا انه الاكس بتروح للي هو الاثنين من جهه اليسار، حتكون اقل منها طبعا لانه انت بتمشي باتجاه الجانب الايسر من خط الاعداد، فحيكون عند 1.9 قيمه الاكس، فحتكون قيمه الاف اوف اكس 3.9، وهكذا بنضلنا نزيد فيها عند ما نقترب من الاثنين من جهه اليسار، تمام؟ وبالتالي الاف اوف اكس حتكون تقترب من الاربعه من جهه اليسار. يعني بمعنى انه نقدر نعبر عن هذا الكلام بالرموز، انه الاكس الليمت او النهايه للداله اف اوف اكس، هيك تقرا نهايه الداله اف اوف اكس عندما الاكس بتروح لاثنين من جهه اليمين حتساوي 4. على الشق الاخر انه النهايه او نهايه الداله اف اوف اكس عندما اكس تؤول الى الاثنين من جهه اليسار برضه بتساوي 4. اذا هذه بنسميها الليمت او النهايه، وبالتالي بنقدر نقول انه الداله اف اوف اكس نهايتها بروح لمين؟ للاربعه، عند اكس ما تروح لمين؟ لاثنين. اذا الداله بشكل عام نقدر نقول عنها انه الليمت للاف اوف اكس عندما اكس تؤول الى اثنين، الليمت الها مقدار القيمه هذه كلها بيساوي كام؟ 4، بيساوي 4. طبعا الاف اوف اكس احنا عرفناها انها اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2. نشوف التعريف. نقدر نقول انه التعريف التالي، او خلينا نستخلص من خلال المثال، نستخلص اللي هو التعريف. يقال ان نهايه الاقتران اف اوف اكس هي بي طبعا اللي كانت عندي اللي هو المقدار 4 اللي في المثال،
اللي في المثال على سبيل المثال مقدار 4 في المثال السابق، يقال أن نهاية الاقتران f of x هي 4 عندما تقترب x من القيمة a. طبعا a كانت في المثال عندي هي كام؟ 2. إذا تحققت الشروط الثلاثة التالية معا، إيش هو الشرط الأول؟ إنه النهاية عندما x بتروح للـ a من جهة اليسار بتكون عندي الدالة مالها موجودة، ولما الاكس نهاية الدالة لما الاكس بتروح للقيمة من جهة اليمين تكون موجودة، وقيمة اليسار الدالة من اليسار أو نهاية الدالة من اليسار عشان نكون دقيقين، نهاية الدالة من اليسار تساوي نهاية الدالة من اليمين تساوي أو يكون التنتين مع بعض مالهن متساويات. وبالتالي في الحالة هذه بقدر أعبر بالرموز مرة ثانية وأقول إنه نهاية الدالة f of x عندما x بتروح للـ a بتساوي b. نشوف بعض طرق من النهايات أو بعض طرق الاقترانات مختلفة، منها الاقترانات معرفة بقاعدة ومنها المعرفة بأكثر من قاعدة. نشوف عندي f of x بعض القوانين عن النهايات، في عندي f of x وعندي g of x اقترانين وA عدد حقيقي، بحيث أن نهاية كل من الاقترانين موجودة عند x بتروح للA، ونأخذ c عدد ثابت. هنلاحظ أنه نهاية الثابت هي الثابت نفسه، لأنه أنت ما بتتغير قيمة الدالة لأنها قيمة ثابتة ما بتتغير، وبالتالي نهايتها عند أي نقطة A، عند أي نقطة A عند أي عدد حقيقي هي نفسها. طيب نشوف توزيع النهاية. توزيع النهاية، النهاية القانون الثاني، النهاية لما الإكس بتروح للA الـ F of X زائد G of X بقدر أفصل النهاية ووزعها على اللي هو الجمع، وبالتالي بتصير عندي النهاية للـ f of x عندما x بتروح للـ a زائد النهاية للـ g of x عندما x بتروح للـ a. إذن بقدر اللي هو أوزع اللي هو النهاية على عملية جمع اقترانين. طيب نشوف نفس الشيء الطرح، ما فيش أي مشكلة، تقدر توزع اللي هو النهاية على عملية الطرح. نشوف كمان اللي هو حاصل ضرب اللي هو الدالة في مقدار ثابت أو الاقتران في مقدار ثابت. هنلاحظ أنه الثابت بخرج برا النهاية، لأنه مقدار ثابت مضروب في الدالة ما راح يغير في اللي هو سلوك الدالة إلا بمقدارها نفس القيمة نفسها اللي هو السي. وبالتالي سي في الاف اوف اكس هي نفسها سي في النهاية للاف اوف اكس، لأنه أنا الإكس عندي هي المتغير اللي أنا بفحص عنده. طبعا نفس الشيء حاصل الضرب، ممكن أن أقول أنه f of x حاصل ضرب دالتين، وبالتالي بقدر أوزع النهاية لل f of x في النهاية لل g of x فحاصل ضرب. لو اطلعنا في هذا القانون واخذنا بدل ال f of x اللي هي الدالة الثابتة ال f of x بتساوي c زي في اللي هو القانون رقم واحد، وبالتالي هيصير عندي الليمت لل f of x اللي هي c عندما x بتروح للA هي c، وبالتالي راح يتحقق معي مين اللي هو رقم 4، راح يتحقق معي رقم 4 على اعتبار انه ال f of x دالة ثابتة تساوي c. هنلاحظ انه القانون رقم 5 بحقق من خلال رقم 1 بحقق رقم كام؟ 4. اذا القانون رقم 5 بقدر استخدمه في تحقيق رقم 4 باستخدام رقم 1. يجي نشوف كمان القسمة، نفس الشيء بقدر أنا أوزع الليمت على القسمة. لاحظوا شغلة، إنه لازم ما يكونش المقام عندي بيساوي صفر، لأنه لو المقام بيساوي صفر القيمة كلها بتصير غير معرفة. طيب نشوف كيف نجيب قيمة النهايات. في عندي عدة طرق لإيجاد قيمة النهايات. الطريقة الأولى التعويض المباشر. التعويض المباشر إنه أعوض عن القيمة بحيث إنه أشوف أنه ما بتعملش خلل عندي في المعادلة، وبالتالي بقدر أعوض تعويض مباشر. ونشوف مثال على هذا الكلام. في عندي المثال رقم 1 الليمت ل 2x زائد 1 عند x بتروح ل 2. لاحظوا أنه عندما تروح ل 2 x هنعوض عنها مباشرة اللي هي 2 في 2 زائد 1 هيساوي كام؟ 5. في عندي المثال الثاني لما الاكس بتروح للصفر x زائد 1 على 2x زائد 3، هنلاحظ انه بتساوي عند الصفر 0 زائد 1 على 2 في 0 زائد 3 بيساوي ثلث. نيجي هنا انه x على x ناقص 1 لما الاكس بتروح للصفر هنعوض ب 0 0 ناقص 1، 0 على ناقص 1 هيساوي كام؟ 0. نيجي لرقم 4 الليمت لجذر الاكس زائد 3 بده يساوي لما الاكس بتروح للاربعه،
وبالتالي بيساوي جذر الأربعة زائد ثلاثة لح يساوي اثنين زائد ثلاثة وبيساوي خمسة. نشوف الطريقة الثانية أو ثانيا التحليل والتخلص من العامل الصفري، بمعنى أنه بتخلص من القيمة اللي هو بنسميه العامل الصفري، بحيث أنه ينتج في التعويض المباشر عندي صفر على صفر. يعني لو جينا عوضنا بشكل مباشر بطلع عندي صفر على صفر، وهي كمية غير معينة وغير معروفة، وبالتالي لابد من التخلص أو التخلص من العامل الصفري. طبعا نشوف بضرب المقام، ممكن نتخلص منه بضرب المقام، بالبسط، في مرافق، في مقدار معين. نشوف هذا الكلام من خلال المثال، حيوضح أكثر معنا. لاحظوا أنه في المثال الأول x تربيع ناقص 4 على x ناقص 2، لو عوضنا مباشرة هنلاحظ أنه x ناقص 2 هذه والx بتقول لـ 2، حيطلع المقدار صفر المقام، وبالتالي لابد إنا من إنه نتخلص من العامل الصفري اللي هو قيمة x بتساوي عنده الدالة بتساوي 2. نشوف المثال، حنلاحظ إنه ليميت x تروح لـ 2، x ناقص 2 في x زائد 2. حللنا البسط اللي هو المثال اللي أخذناه سابقا على x ناقص 2، بتخلص منها اللي هي x ناقص 2 مع x ناقص 2، بضل عندي x زائد 2 وبالتالي بتساوي 4. نشوف المقدار هنا، عند x بتروح للثلاثة في المقدار في المثال الثاني، فx تكعيب ناقص 27، هنلاحظ انه هذا برضه بيساوي صفر، صفر على صفر، صفر على صفر، فبدي اتخلص من المقدار الصفري اللي هو x ناقص 3، الx ناقص 3 اللي هو قيمة الثلاثة اللي موجودة عندي هي اللي بتخلي المعادلة صفر على صفر. نحلل المقدار اللي فوق زي ما اخذنا في المحاضرات السابقة كيف بنحلل اللي هو المقدار الفرق بين مكعبين. هنقول x ناقص 3 في x تربيع زائد 3x زائد 9، هذا كان في تحليل المقدار اللي هو اللي في تكعيب على الفرق بين مربعين، مع ملاحظة انه 9 طبعا هي 3 أس 2، فهتصير عندي x ناقص 3 في x زائد 3. لاحظوا شغلة، انه في عندي في البسط وفي المقام x ناقص 3، هنضطر نختصر x ناقص 3 مع x ناقص 3، حيظل عندي x تربيع زائد 3x زائد 9 على x زائد 3. اذا بصير المقدار عندي 9 زائد 3 في x 9 زائد 9 على 3 زائد 3 اللي هو 27 على 6 اللي هو 9 على 2. 9 على 2. نشوف عندي مثال رقم 3، عند الاكس بتروح للناقص 1، من قيمة الدالة هذه لاحظوا لو عوضنا باكس بناقص 1 هيصير عندي ناقص 1 زائد 1 0، ناقص 1 زائد 1 هيطلع 0، وبالتالي انا مضطر اتخلص من قيمة اللي هو x زائد 1 اللي هو المقدار اللي بيخلي لي الدالة اللي هو 0. طبعا كيف بنخلي بنعرف انه هذا المقدار بيخلي الدالة 0؟ x ناقص 1 اللي هي بتصير لو x لو اخذناها على الشقة الثانية x زائد 1 حتروح لمين؟ للصفر. x زائد 1 حتروح للصفر. هنا x ناقص 3 هي اللي بتساوي صفر، او خلينا نفترض انه التأول هذه مش بنحطها ومش بنحط بدالها اللي هو اشارة اللي هو اليساوي. فبصير x بتساوي ناقص 1، لو حولناها حتصير x زائد 1 هي اللي بتساوي صفر. وبالتالي انا بدي اختصر المقدار الصفري اللي هو x زائد 1. فنلاحظ انه بنقدر نحلل المقدار x 3 زائد 1، x زائد 1 في x تربيع ناقص x زائد 1 هيساوي x على x زائد 1، هنختصر المقدارين هذولا هيصفي معي انه x تربيع ناقص x زائد 1 اللي بيساوي 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي 3 بيساوي 3. نشوف رقم خمسة. رقم خمسة بقول لي جذر x زائد 1 ناقص 2 على x ناقص 3 عندما x بتقول للثلاثة أو بتروح للثلاثة. هنلاحظ إنه في الحالة هذه عندنا x زائد 3 أو x ناقص 3 هو المقدار الصفري. فلو اطلعنا كيف بدنا نتخلص من الجذر؟ هنروح نضرب في مرافق البسط، هنسميها مرافق البسط، وشفنا المرافق قبل هيك بنعرفه انه جذر الاكس زائد 1 بدل سالب 2 بصير زائد 2 على جذر الاكس زائد 1 زائد 2. هنلاحظ انه
المقدار الأول حيطلع عندي مربع الأول ناقص مربع الثاني اللي هو جذر الإكس زائد واحد الكل تربيع ناقص اثنين الكل تربيع على إكس ناقص ثلاثة في جذر الإكس زائد واحد ناقص اثنين. إذن هنلاحظ إنه في الحالة هذه إيش بصير عندي؟ المقدار الأول في البسط هيكون عندي إكس زائد واحد لأنه هنشيل التربيع مع اللي هو الجذر أو بنحط القيمة المطلقة طبعا، لكن بمشي الحال إكس زائد واحد على اعتبار إنه المقدار قيمة موجبة ناقص اللي هو 2 أس 2 4 على إكس ناقص 3 في جذر الإكس زائد 1 زائد 2 المقام زي ما بنغيرش فيه حاجة. إذا لاحظوا إكس زائد 1 ناقص 4 هي نفسها إكس ناقص 3 على إكس ناقص 3، هذا المقدار هو المقدار الصفري اللي عندي، إذا بقدر أنا أختصره. إذا بصير عندي 1 على بضل عندي مين في الجزء الثاني من المقام اللي هو جذر الإكس زائد 1 زائد 2 اللي حيساوي 1، الآن بقدر أعوض مباشرة ما حصلش على 0 على 0. جذر 3 زائد 1 بدل إكس بحط 3، طبعا عوضت مباشرة بشيل الليمت بصير عندي 3 جذر 3 زائد 1 زائد 2 اللي هو جذر 4 بطلع 2 زائد 2 فبالتالي بطلع المقدار بيساوي الربع. المقدار هنا نفس الشيء مثال رقم 6 تقريبا، مثال انه بدنا نحلل اللي هو المقدار البسط الى اكس ناقص 2 في اكس ناقص 1 على اكس ناقص 2. المقدار عندي اكس ناقص 2 هو المقدار الصفري بقدر اتخلص منه، بضل عندي اكس ناقص 1 وبالتالي بعوض عنها 2 ناقص 1 بيساوي 1. نشوف الاقترانات المثلثيه. حنشوف اللي هو طبعا بعض النظريات انا مش مطلوب فيها الاثبات، ولكن المطلوب انك تعرف نص النظريه وبعض النتائج عليها. في عندي الاقترانات المثلثيه اللي هي الساين والكوساين والتان والكوتان، هذه الدوال المثلثيه اللي تعرضنا لها وحكينا عنها في المحاضره السابقه. في عندي نظريه بتقول انه نهايه عندما اكس بتروح للصفر ساين الاكس على اكس بيساوي 1، حيث اكس بالتقدير الدائري. ايش بالتقدير الدائري؟ يعني باللي هو الباي الزوايا بنكتبها بدلاله باي. في التقدير الثاني التقدير الستيني انه الزوايا بنحكي عنها باللي هو مقدار الزاويه اللي احنا بنعرفه، مش 30 40 60 وهكذا. طبعا في عندي نتيجه على هذا المقدار، لو كان عندي عامل او معامل للاكس اي مقدار ثابت فحيكون عندي بيساوي اي. ليش؟ لانه لو الاي طلعناها هنا، طبعا هذه نتيجه على هذه النظريه انه الاكس بتروح للصفر فساين اي اكس على اكس حتساوي مين؟ هذا المقدار الثابت. طبعا زي ما حكيت مش مطلوب اللي هو الاثبات. في عندي نتيجه ثانيه اللي هو تان الاكس على اكس لما اكس بتروح للصفر لهذا المقدار كله بيساوي 1. في عندي نتيجه ثالثه نفس الشيء اللي هو في النتيجه رقم 1 انه تان الاي اكس على اكس بيساوي مين؟ الاي. نشوف مثال من خلاله نقدر نطبق مباشرة هذه النظرية مع نتائجها. أوجد النهايات التالية. في عندي ساين 2x على 2x، ساين 2x على 2x. لو جينا فرضنا أخذنا أنه 2x هذه كام؟ سميناها y، وبالتالي y بتساوي 2x حنوضعها. الآن بدنا نحول اللي هو بدلالة الزاوية عندي بدلالة x، أنا راح أحولها لواي فصارت عندي الواي بتساوي 2x، فالآن الاكس بتروح للصفر فبدي أشوف الواي بتروح لوين عندما اللي هو الواي بتساوي 2x. فحنشوف إنه عندما x بتروح للصفر الواي من خلال هذه المعادلة لوين بتروح؟ برضه للصفر، لأنه الواي بتساوي 2 في x، فالاكس بتروح للصفر فالواي نفسها حتصير 2 مضروب في مقدار بروح للصفر برضو ايضا حتروح للصفر. اذا في الحالة هذه لازم غيرت المتغير او شكل المتغير، بغير اللي هو قيمة الاكس بدالها بحط واي وبشوف لوين بدها تروح، لوين بدها تروح او عند اي قيمة بدي افحص، وبالتالي النهاية اصبحت النهاية لساين 2 اكس على 2 هي نفسها ليميت عندما واي بتروح للصفر للدالة ساين الواي على واي وبتساوي كام؟ 1. هنا من النتيجة مباشرة ساين 3x على x هي نفسها كام؟ 3، تطبيقا للي هو النتيجة. تاني 5x على 2x لما x بتروح للصفر. طيب عندي اللي هو الاثنين هذه برا المعادلة، يعني هي بقدر اكتبها على شكل نص،
بضل عندي تان 5 اكس على اكس، لو ضربت 2 في اكس هي 2 اكس، فانا فصلتها باخذ النص لبرا، بضل عندي تان 5 اكس على اكس اللي هي على حسب النتيجه اللي هي 5، تان الاكس على اكس هي 5 مضروبه في مين؟ في اللي هو النص على حسب نتيجه رقم 3. اذا نص في 5 حيساوي 5 على 2 من النتيجه رقم 3. طيب لو جينا قلنا بالتعويض المباشر في عندي مثال رقم 4، هنلاحظ انه بنتج عندي كوساين الصفر. الكوساين تبع الصفر حكينا انه الداله عند الصفر بتساوي 1، او قيمه الداله بتساوي 1، وبالتالي كوساين الصفر 1، كوساين الاكس 1، عندما طبعا اكس بتساوي صفر، يعني كوساين الصفر 1 ناقص 1 بيساوي صفر. على مين؟ على صفر. اذا في الحاله هذه شو بدي اعمل؟ بدي احاول اني اغير في مرافق او اضرب في مرافق البسط، في مرافق البسط. طبعا مقدار مرافق البسط هو مقدار 1، ما يعادل 1. ونشوف ايش بصير معي لو ضربنا في كوساين اكس زائد 1 على كوساين اكس زائد 1. انا ما غيرتش شيء في المعادله في الحاله هذه. هنيجي نشوف هنا انه كوساين اكس في كوساين اكس كوساين تربيع ناقص وزائد، اللي هو كاني بقول الفرق بين مربعين، فواحد واحد بطلع عندي كام؟ 1. اذا حطيتها على شكل كوساين تربيع اكس ناقص 1 على اكس في كوساين اكس زائد 1. في عندي متطابقه بتقول انه مربع اي زاويه زائد كوساين التربيع لاي زاويه زائد الساين التربيع لاي زاويه بيساوي كام؟ 1. وبالتالي بقدر من خلال المتطابقه هذه اوجد انه كوساين التربيع ناقص 1 هي بتساوي ناقص ساين اكس تربيع، اللي هي تحويل شكل المعادله. هاخذ هذا المقدار وعوض عنه بدل القيمه كوساين تربيع للاكس ناقص 1 ححط ناقص ساين تربيع للاكس على اكس في اللي هو كوساين اكس زائد 1. هنلاحظ انه نقدر نفصل المقام على شكل مقدارين من الساين، لانه ساين تربيع هي ساين اكس في ساين اكس. فحناخذ الاول ساين الاكس على اكس ضرب اللي هو ناقص ساين الاكس، لانه في عندي سالب، هنا في عندي انا اشاره السالب، فناقص ساين الاكس على كوساين اكس زائد 1. بنوزع النهايه على حسب قانون النهايات، بنوزع النهايه على المقدارين، وبالتالي حاصل ضرب النهايتين بصير عندي ساين الاكس على اكس، احنا بنعرف انها بتساوي كام على حسب النظريه؟ بتساوي 1. ضرب نهايه ساين الاكس على كوساين الاكس زائد 1، في الحالة هذه عندي اللي هو الاكس بتروح للصفر، ساين الصفر بتساوي سالب 1، ساين الصفر بتساوي ساين اللي هو الصفر بتساوي سالب 1 على عفوا ساين الصفر بتساوي صفر، ببدأ طبعا من نقطة الأصل، الساين بتبدأ من نقطة الأصل، وبالتالي ساين الصفر بتساوي صفر، فبصير عندي سالب صفر في اللي هو البسط. كوساين الصفر حتكون بتساوي 1 زائد 1، المقام ما بيساويش صفر، بيساوي 2 عندي في الحالة هذه. إذا 1 ضرب سالب صفر، طبعا اللي هو سالب صفر اللي هو صفر، على 2، وبالتالي النتيجة كلها بتساوي الصفر، بتساوي الصفر. ندخل لموضوع الاتصال. موضوع الاتصال طبعا بيعتمد على موضوع النهاية. نعرف نبدأ من خلال التعريف ونشوف إنه ما معنى الاتصال وشو مفهوم الاتصال وكيف نتعامل مع الاتصال. وكيف نتعامل ونشوف كام ايضا الاتصال مهم في الدوال، لانه في شغلات كثير ما بنقدرش نعملها وانه الداله تكون غير متصله، فهذا الموضوع مهم كثير في اللي هو التفاضل والتكامل. بنقول انه الاقتران اف اوف اكس متصل عند نقطه معينه، طبعا نشوف التعريف هنا. متصل عند نقطه معينه اكس بتساوي اي في مجاله اذا تحققت الشروط الثلاثه التاليه معا. ايش هن الثلاثه؟ انه الاقتران معرف يكون عند الاكس بتساوي ايه، انه الاقتران يكون معرف، يعني قيمه الاقتران موجوده، قيمه الاقتران موجوده، الاف اوف ايه تكون موجوده. الشغله الثانيه انه يكون عندي نهايه الاقتران عند اكس بتروح للاي موجوده، اي انه النهايه ايضا تكون موجوده. طبعا النهايه حتكون موجوده من اليمين ومن اليسار. نهايه الاقتران عندما اكس بتروح للاي تساوي قيمة الاقتران عند اكس بتساوي اي، اي ان بدنا نشوف النهاية تكون موجودة، نهاية الاقتران عند اي. طبعا طبعا في الحالة هذه لازم اشوف انه الاي عشان تكون موجودة النهاية انه تكون من اليمين بتساوي من اليسار، وبالتالي هذه تكون لها قيمة واحدة. وفي نفس الوقت كمان انه لازم الشرط اللي يتحقق له شرط ثلاثة، انه قيمة الدالة
تكون هي قيمة النهاية، قيمة الدالة عند النقطة، قيمة الدالة عند النقطة. نشوف المثال من خلاله بنحاول نعرج مرة أخرى على التعريف. فيما يلي منحنيات ثلاثة اقترانات غير متصلة، أذكر سبب عدم الاتصال كل منها عند X بتساوي 1. لاحظوا احنا قلنا ثلاث شروط، انه عند الواحد هنا لازم يتحقق اللي هو الاتصال عند الواحد، لازم يتحقق النهاية من اليمين، النهاية من اليسار، النهاية تكون موجودة، قيمة الدالة تكون موجودة. طيب الآن لو قلنا من اليمين ماشي الحال، من اليسار ماشي الحال، لكن قيمة الدالة، قيمة الدالة عند الواحد غير معرفة، قيمة الدالة عند الواحد غير معرفة، لأنها أنا عندي فترة مفتوحة، عاملينها على شكل فترة مفتوحة، وبالتالي هذه قيمة الدالة عند اللي هو الواحد غير معرفة. الاقتران غير معرف عندها، الاقتران في شكل رقم واحد غير معرف عند X بتساوي 1، أنا قيمة الدالة فترة مفتوحة، لكن من اليمين ومن اليسار بتقول لا الكام لا الواحد. نيجي للمثال رقم 2، لاحظوا إنه الدالة من اليمين الاف اوف اكس، الدالة اللي عندها هي رسمها طبعا، من اليمين لو جينا اخذنا من اليمين الدالة تؤول الى الاثنين، من اليسار، من اليسار لو جينا من اليسار عند الواحد من جهة اليسار بتكون قيمة الدالة كام؟ 1. والدالة مش معرفة ايضا، معرفة عند الواحد بتساوي كام؟ 1، لكن النهاية من اليمين ما بتسويش النهاية من اليسار اللي اقدر اقول انه في نهاية، وبالتالي نهاية الاقتران غير موجودة عند X بتساوي 1، حيث نجد أن الرسم غير موجودة، أن اللي هو قيمة الدالة أو نهاية الدالة عند X بتساوي 1 غير موجودة. من اليمين لاحظوا ها، من اليمين الأف أوف X بتساوي 2، هي من اليمين جاية منها تيجي عندي لا 2، إذا بتساوي 2. طب من اليسار لو جينا من هذا الاتجاه هنلاحظ أنه قيمة الدالة أو نهاية الدالة بتساوي كام؟ 1، وبالتالي من اليمين بيسويش من اليسار، إذا نهاية الدالة أصلا غير موجودة، غير موجودة. في شكل رقم 3 لاحظوا إنه النهاية من اليمين والنهاية من اليسار بتكون عند القيمة كام؟ 1، لكن قيمة الدالة عند الواحد الاف اوف اكس عند الواحد وين معرفة؟ بتساوي 2، إذا النهاية ممكن تكون موجودة عند الواحد لكن قيمة لا يساوي قيمة الدالة عند اللي هو الواحد اللي هي بتساوي 2. نشوف مثال رقم 2.12، ابحث في اتصال الاقترانات التالية عند النقط المبينة إزاء كل منها. نشوف مثال رقم 1، f of x بتساوي 2 x ناقص 1، بدنا نشوف الاتصال عند x بتساوي 3. لاحظوا عند x بتساوي 3 f 3، هنشوف قديش في الاول قيمتها، اللي هي 2 في 3 ناقص 1 اللي حيساوي 6 ناقص 1 بتساوي 5، اذا قيمة الدالة اللي هو عند ال x بتساوي 3 موجودة ولها قيمة. طب نشوف الليمت تبعتها، النهاية لها، النهاية طبعا عند ال x لل f of x، عند ال x بتروح لل 3، 2 x ناقص 1، 2 في 3 ناقص 1 حيساوي 5، اذا قيمة الدالة f of x تساوي 5، ونهاية الدالة من اليمين ومن اليسار طبعا في الحالة هذه عندي بتساوي 5، اذا الاقتران ماله متصل، الاقتران متصل عند اللي هو ال x بتساوي 3. نشوف مثال رقم الثاني، هذا المثال رقم الثاني خلينا ندقق فيه شوية عشان ايش؟ نشوف لانه في عندي شقين، الدالة معرفة على شقين، زي اللي هو الرسم اللي كان عندي فترتين معرف عليها اللي هو قيمة الدالة. هنلاحظ انه الدالة بتقول انه f of x بيساوي x تربيع امتى؟ عند x اكبر من الواحد، اذا في حالة ما تكون x اكبر من او تساوي الواحد قيمة الدالة كام؟ تسلك سلوك ال x تربيع. في حالة ما تكون 3x زائد 1، في حالة ما تكون ال x اقل من 1 الدالة بتسلك سلوك المعادلة 3x زائد 1، يعني عند x اكبر من او تساوي 1 تكون دالة تربيعية، عند x اقل من 1 بتكون الدالة خطية، الدالة خطية. نشوف نبحث في اللي هو عند، طبعا بدنا نبحث عند الواحد مقدار الدالة او الاتصال عند اللي هو الواحد. اي نعم، عند x بتساوي 1 هنا لاحظوا
وبالتالي الدالة معرفة قلنا على شقين، عند x أكبر من أو تساوي 1 و x أقل من اللي هو 1. نشوف النهاية أو الليمت للاف اوف x عند x بتروح للواحد من جهة اليمين. من جهة اليمين عند x موجودة وين؟ x أكبر من الواحد هي لجهة اليمين، وبالتالي هضطر أختار مين؟ أختار الشق الأول اللي هو الـ x تربيع. وبالتالي ليمت للاكس تربيع عند ما اكس بتروح للواحد من جهه اليمين حتكون عندي واحد الكل تربيع بيساوي واحد. طيب نشوف من جهه اليسار، اليسار يعني اقل من الواحد، اقل من الواحد القيم او النقط اللي على محور خط الاعداد اللي هي اقل من واحد، وبالتالي هضطر اختار الداله اللي هو الشق الثاني من الداله اللي هو 3 اكس زائد 1. اذا نهايه الاف اوف اكس عند ما اكس بتروح للواحد من جهه اليسار بده يساوي 3 اكس زائد 1، عندما x بتروح للواحد من جهة اليسار بنعوض عنها المقدار 1 بتصير 3 في 1 زائد 1 وتساوي كام؟ 4. لاحظوا شغلة الآن، إنه النهاية من اليمين عند الواحد، النهاية من اليمين عند الواحد لا تساوي النهاية من اليسار عند الواحد، وبالتالي غير متساويات. إذا نهاية الدالة عند ال x بتروح للواحد للاف اوف x بنقول عنها غير موجودة، غير موجودة. طب قيمة الدالة عند الواحد، طبعا حتكون قيمة الدالة عند الواحد في اللي هو لأنها معرفة عند الواحد، هنا عند x بتساوي 1 بتكون x تربيع اللي هي 1 الكل تربيع، f في 1 بتساوي 1 الكل تربيع وتساوي 1. لكن الخلل اللي صار عندي وين؟ انه النهاية من اليمين، انه قيمة النهاية للدالة غير موجودة، لأنه من اليمين ما بتساويش من اليسار عند نفس النقطة، وبالتالي بنقول الاقتران غير متصل عند x بتساوي 1. نشوف رقم اللي هو 3، مثال رقم 3 f of x بيساوي x تربيع ناقص 1 على x زائد 1، x لا تساوي ناقص 1، ال x لا تساوي السالب 1، وحتساوي ناقص 2 عند ال x بتساوي كام؟ سالب 1. وبدنا نفحص الآن اتصال الدالة عند x بتساوي كام؟ سالب 1. طيب نشوف كيف بدنا نتعامل معها. الاف اوف ناقص 1 عند الناقص 1 حنختار اللي هو مباشره الشق الثاني من المعادله، لانه عند الناقص 1 هي اكس تساوي ناقص 1 معرفه الداله، قيمتها كام؟ سالب 2، قيمتها سالب 2. الان بدي ابحث عند السالب 1 من اليمين ومن اليسار، من اليمين ومن اليسار. اذا النهايه للاف اوف اكس عند ما اكس بتروح للسالب 1 طبعا هتكون x تربيع ناقص 1 على x زائد 1، هنحاول نفصل البسط الى مقدارين x ناقص 1 و x زائد 1 على x زائد 1. اذا قيمة الدالة مباشرة عند، طبعا اخذنا الشق اللي هو الاول لانه عندي اللي هو ال x لا تساوي 1، وبالتالي من اليمين ومن اليسار بناخذ نفس قيمة الدالة، ما عدا طبعا انه عند الدالة عند الناقص 1 معرف على حال، هذا شيء اخر. اذا هناخد عندي اللي هو القيمة x ناقص 1 اللي هتساوي سالب 1 سالب 1 أو ناقص 1 بيساوي سالب 2. إذا بقدر أقول إنه قيمة الدالة عند الناقص 1، لاحظوا عند الناقص 1 كانت بتساوي سالب 2، وقيمة أو نهاية الدالة عندما الـ x بتروح للناقص 1 برضه بتساوي سالب 2، إذا الاقتران متصل مباشرة عند x بتساوي سالب 1. نشوف مثال رقم اللي هو 13، ابحث في اقتران الدالة f of x بتساوي، طبعا تقريبا نفس المثال السابق، انه عندي x تربيع ناقص 9 على x ناقص 3، ال x لا تساوي 3. في حالة ما ال x، اذا بدي ابحث عند x بتساوي 3، اذا قيمة الدالة معرفة مباشرة، f of 3 كان بتساوي 4، قيمة الدالة بتساوي 4. طب بدنا نبحث عند اللي هو ال x بتساوي اللي هو كام؟ 3. فبدنا نشوف النهايه للداله عند الثلاثه. هنلاحظ انه اكس ناقص 3 الاكس تربيع ناقص 9، بنقدر نفكها الى مقدارين، الى جزئين او فرق بين مربعين، اكس ناقص 3 في اكس زائد 3 على اكس ناقص 3، وبالتالي بضل عندي اللي هو اكس زائد 3، بنختصر هذول القيمتين او المقدارين، بضل عندي 3 زائد 3 بيساوي 6. موجوده، لكن في شغله هنا لازم ناخذ بالنا منها، قيمة النهاية بتساوي 6، قيمة الدالة عند الثلاثة بتساوي 4، إذا في خلل عندي هنا، إنه أنا عندي النهاية لما الإكس بتروح للثلاثة للأف أوف إكس ما بتساويش الأف أوف 3، وبالتالي الاقتران غير متصل عند الثلاثة، الاقتران غير متصل عند الثلاثة. طيب،
كيف أخلي الاقتران متصل عند الثلاثة؟ لو قلنا لو أعدنا تعريف الاقتران لتصبح قيمته عند الثلاثة هي 6 بدلا من 4، بصير ماله؟ بصير متصل. أي أن الاقتران f of x الجديد اللي عرفته جديد x x تربيع ناقص 9 على x ناقص 3 x لا تساوي 3 و6 عند الx بتساوي 3، بقدر أقول أنه متصل وين؟ متصل عند الثلاثة، لأنه النهاية بتساوي قيمة الدالة. نشوف نشوف مثال ثاني. ابحث اتصال الاقتران f of x في عندي دالة أسية هنا أو لوغاريتمية أو دالة أسية، خلينا نقول e أس x زائد 4 عند x أقل من الصفر. ركزوا وين إحنا بدنا نفحص، وين اليمين وين اليسار وين القيمة. الشق الثاني من الدالة معرف إنه f of x بتساوي 5 عند x بتساوي 0، والدالة أيضا بتساوي x تربيع لها سلوك آخر عند الإكس أكبر من الصفر اللي هو بيساوي إكس تربيع. إذا سلوك الدالة تربيعي، سلوك الدالة ثابت عند الإكس بتساوي صفر، أو قيمة الدالة ثابتة عند الإكس بتساوي صفر. سلوكها على شكل إي أس إكس زائد 4 عند الإكس أقل من الصفر. طب بدنا نشوف هل الاقتران متصل عند الصفر ولا لا، وهل يمكن إعادة تعريفه أيضا ليصبح متصلا. يعني نفس المثال السابق راح نشوف ايش الخلل في اللي بيخليه مش متصل، ونحاول نركبه ونحاول نخليه على شكل انه داله متصله. نشوف اول شيء احنا بنبحث عند الصفر، اذا اف اوف صفر بتساوي كام؟ 5 معرف، تمام. نيجي للصفر من جهه اليسار، الصفر من جهه اليسار يعني اكس اقل من الصفر اللي هو من جهه اليسار. هناخذ اللي هو المقدار اي اس اكس زائد 4، اذا الليمت لما الاكس بتروح للصفر من جهه اليسار اي اس اكس زائد 4 هتساوي اي اس 0 زائد 4 وتساوي كام؟ 5. ممتاز. طب نشوف من اليمين الليمت للاكس تربيع، للاكس تربيع عندما اكس بتروح للصفر هتساوي 0 تربيع وهيساوي 0، اذا الليمت من اليمين ما بيساويش الليمت من اليسار، وبالتالي في الحاله هذه النهايه غير موجوده عند الاكس بتساوي 0. طب كيف انا بدي اعيد صياغتها بحيث اخليها بتساوي 0؟ كيف بدي اعيد شكلها بحيث تصبح بتساوي صفر؟ طبعا ممكن انا اخلي انه قيمه الداله هذه اللي هي اكس تربيع هذه بتساوي 5 طبعا عند الصفر، هذه بتساوي 5 عند الصفر. نحاول نخلي هذا على شكل معادله اكس، على سبيل المثال نحط معادله على شكل مثلا اكس زائد 1 بحيث انها او عفوا عند مقدار مثلا نغير في الخمسة او نغير في الاكس، فممكن يعني نحاول نغير في شكل المعادلة بحيث انه نخلي القيم الثلاثة هذولا متساوية اللي هو من اليمين ومن اليسار ومن ال اذا كان طبعا هذا الكلام في حالة ما يكون عندي اللي هو النهاية موجودة، لكن اذا كانت اصلا النهاية مش موجودة طبعا فما بقدرش اغير بحيث انه يصبح اللي هو متصل الا في حاله واحده عند اللي هو قيمه الداله، اغير في قيمه الداله، اما في قيمه النهايه لازم اغير المثال بشكل مختلف تماما. نشوف بعض الملاحظات على اللي هو يعني قبل ما نصل للتمارين. في عندي اقترانات متصله على مجالها، ومن هذه الاقترانات كثيرة الحدود. دائما الكثيرة الحدود بنسميها البولونوميال، هذه متصلة على R دائما متصلة، يعني X تربيع زائد 3X 2X زائد 1 هذه كلها اقترانات متصلة. الاقترانات المثلثية اقترانات الجيب وجيب التمام أيضا متصلة، الساين والكوساين لاحظوا على شكل موجة بتبدأ من الصفر وبتمتد إلى اليمين، ومن الصفر بتمتد إلى اليسار، أو من الواحد وبتمتد لليمين، ومن الواحد بتمتد إلى اليسار على شكل موجة. اقتران القيمة المطلقة متصلة على R. طبعا مش هناخد هذا الاتصال لانه في طبعا في اللي هو عند له موضوع ثاني ممكن نحكي فيه اللي هو عند الاتصال وحاجة اسمها له النهاية من اليمين او النهاية من اليسار وهكذا، يعني في شغلات كثير ممكن نحكي في هذا الاقتران لكن مش موضوعنا في هذا الباب. الاقتران النسبي اللي هو على شكل بسط ومقام كثيرة حدود، مقامه
طبعا ما يكونش اللي هو الاقتران الصفري. ليش؟ لانه اذا كان المقام اقتران صفري بيكون المقدار كله غير معرف، ما عدا مجموعه، طبعا احنا بنسميها متصل على ار، ما عدا مجموعه اصفار المقام. مجموع اقترانين متصلين، هذه مهمه، هو اقتران متصل على تقاطع مجاليهما، يعني انه المجالين يكونين طبعا وبالمثل ناتج الطرح وحاصل الضرب وخارج القسمه، يستثنى منه مجموعه اصفار المقام طبعا، لكن على اللي هو تقاطع المجالين، على تقاطع المكان اللي معرف فيه الدالتين مع بعض، انا بقدرش انا اعرف داله جزء على مكان والمكان الثاني مش معرف عليه، اذا نختار على تقاطع المجالين، على تقاطع المجالين. هاي تمارين عامه، انا بفضل انه ان شاء الله تعالى تحلوها، واي مشكله ان شاء الله بنقدر نحاول انه نحلها مع بعض، اذا ما قدرناش نقف عند الفصل الثالث.